مع انتهاء المباراة دون فائز سنلجأ إلى ركلة الترجيح، حيث قد يمثل الحظ الدور الأكبر في تحديد المنتصر. التسديدة الأولى أهم تسديدة، سددها بقوة، خدع الحارس بطريقة بارعة وأرسله إلى الاتجاه الآخر، ركلة جزاء جميلة، هدف، النتيجة 1-1. هذه هي الركلة الثانية، ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. عبد الله يتوجه لتسديد الركلة الثانية لفريقه، كانت الثقة واضحة عليه، ركلة موفقة. والآن مع الضربة الثالثة في ركلة الحظ الترجيحية، توقع صحيح من الحارس لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. سليماني سيسدد الكرة الثالثة اليوم، خدع الحارس، يا سلام على الهدف، جاء الوقت يظهر القائد معدنه الأصيل. توقعها الحارس بامتياز وكان في المكان لكنه لم يكن في الزمان، كرة داخل الشباك، يتقدم ليسدد الكرة الرابعة لفريقه، اصطدمت بالقائم والارتياح واضح على الحارس. هذه كرة القرار، كرة كل المشوار. تسجيل الركلة ورفع الفارق لهدفين يعطيهم راحة نفسية كبيرة. حددت هذه الركلة الفائز في المباراة، افتقروا إلى الهدوء الذي هو أمر حاسم في ركلة الترجيح.